الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. واصل على بركة الله تعالى لحفظنا لسورة القصص. في هذه الحصة نتعلم من الآية 61 إلى الآية رقم 75 من نفس السورة، فعلى بركة الله تعالى مع القراءة الجماعية التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. حاولوا انتم المجموعة اللي على يد الشمال تقربوا شوية، لأن نسمع في أصوات متفاوتة من هنا وهناك، فتحاولوا تقتربوا هكذا، تقربوا بإحدى الأخوات هنا حتى تكون الأصوات. نعم طيب. نعم. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. 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 أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا. تبرأنا إليك. تبرأنا إليك. ما كانوا إيانا يعبدون.
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون قال الذين حق عليهم القول ربنا قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين أعيد فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار نعم وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
تزيد. وهو الله لا إله إلا هو، وهو الله لا إله إلا له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ زيد. قل
الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون أعيدوا فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء
يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون بارك الله فيكم جزاكم الله كل خير وننتقل إلى القراءة الفردية التعليمية اتفضل بعد شوية عليك المرفع بعد شوية ايوة اقعد مرتاحة ايوة بسم الله خذ الميكروم تاعك هاو كاليس قديك اتفضل أي نعتني شوي بالرعايه التفخيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مش بس ما تخطفش بسم ريح الحركه شوف بسم الله الرحمن الرحيم أفنوا ادغم مع الغنة مش وع و أفنوا الواو مرققة مش وعدا وعلا وعدا حسنا ووعدا حسنا باقي وعا استعمل شوية خيشوم وتفخمها لا وعدا حسنا ووعدا حسنا أفنا وعدنا وعدا حسنا أي فهو لاقيه استعمل شوية خيشوم شو فهو لاقيه فهو كلها من الفم يلا كمن ما كما مش كمن ما ك
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الدنيا دو صفها الدال الدنيا سكن جيدا ثم هو ثم ثم هو سكن ثم هو يوم القيامة من المحضرين من المو لا من المو من المو ما مو هي. ويوم يناديهم صف الياء ويوم يناديهم تزعمون 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 العين وضح قال الذين حق عليهم القول ربنا القصر قالون هؤلاء المد في كلمة لا ها مدها حركتان هؤلاء هؤلاء تبرأنا إليه ما كانوا إيانا يعبدون مش يعبدون يا يعبدون يا يعبدون يا مش يا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون هيا ركز مليح قولي واصل الآية التي بعدها مش فدعوهم سم مش هيك الخيشوم فدعوهم فدعوهم مش فدعو عو كلها من الخيشوم هذه فدعو عو لا فدعوهم 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 مش هم فدعوهم مش لهم فلم يستجيبوا لهم لهم له لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب قلق للبال وقفتي على هوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا ضم ورأوا ورأوا العذاب قلق للبال وين القلق في الله مش لو لو أن لو مش لو لو أنهم لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ عمل صالحا فا اخفى مع الغنة التنوين عمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين مش و و وربك يخلق وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحان الله وتعالى عما يشركون جل في علاه نعم وربك يعلم ما تكن صدورهم صدو صدو صدورهم رق الدال ضم صدو صدورهم وربك يعلم
مش ما تكن، ما يش ميم هي، ما تكن، افتح، مش ما تكن، ما تكن، اخزر لي، ما تكن، نون، قول. كيف يعطيك الصحة، بارك الله فيك، انتبه للأخطاء اللي نبهتك عليهم، إن شاء الله تتحسني بإذن الله تعالى. اللي بعد هاي، مرحبا. عليكم السلام. يا الله. أيوة. مش فل فل في الأولى، في في بين الكسرة. الحمد في الأولى والآخرة. أي. وله الحكم وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. مش تورا قلقل شراء ترجع تور سكني قلقل شراء. طيب. قل أرأيتم أرأيتم مش أرأيتم أرأيتم بالتسهيل أرأيتم جعل الله جعل كلها مرقة تفخيم في لفظ الجلالة جعل الله جعل الله يلا مش يوم إلى يوم يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم قل أرأيتم أرأيتم قل أرأيتم إن جعل الله سرمدا سا سرمدا إلى يوم مش يوم مش كل يوم ما هيش يوم 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 كما الفاتح مش كل مالك يوم مش كل مالك يوم يوم لا ما ينفعش إلى يوم يومي يوم القيامة من إله غير مش من إله من إله من إله مش طوبة طولة أفلا تو 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 صحيح وبرحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من مي مي مش من من ولتبتغوا من من بين الكسر الحمد لله والشكر لله نعم ويوم يناديهم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي مش شورى شورى فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون أي مش أم مش أم ما تخطفهاش كي خطفين أم أو أعطاها وقتها أم مش فاقلنا فا شهيدا فا مش أن الحق أن الحق لله جل في علاه وضل عنهم عنهم أتمم الحركة في الهاء ما كان
فتح الله لك، بارك الله فيك، ياتك الصحة، حصلنا بالباهي بالباهي وربيك على الميكرون في عقلك، ها فرحانة فترة قريت بالباهي، شكرا، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، لا ما شاء الله لا هاي، نعم، اي نعم. وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي، مش ليقي فهو لاقي، لا حكى اللام، مش الحياة الدنيا، هكا دال كيما التام وقتها، الحياة هكا تافهة شوية همس، الحياة الدنيا دال ما فيها شمس، الدنيا دودادي صافية، مش تنيا تنيا لا الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، فخم الضاد من المحضرين، ضارين اي، ويوم يناديهم، مش يناديهم تي لا دال دال صافية، ويوم يناديهم دا دي دو، باقية شوية فما عندك فويت، يناديهم ينادي دا دي، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، صحيح، قال الذين حق عليهم القول، عليهم القول، مد عاد هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما أغوينا، تبرحنا، مش تبرح تبرح رك الباب، تبرحنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، يعبدون يا مش يعبدون يا، ما كانوا إيانا يعبدون، إيانا إيانا اسمعني، إيا جيبي ساكن وبعد متحرك، إيا كما باش تقولي إياك نعبد، جيش تقولي إياك نعبد وإياك نستعين، حرف كامل حذفناه في الفاتحة، في مزروبة الواه في عقلك، ما كانوا إيانا يعبدون، ريح القراءة، ما كانوا إيانا يعبدون، صحيح، مش شوراء شوراء، صحيح، فدعوهم مش فدعوهم 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 فلم يستجيبوا لهم ورأوا، مش ورأوا و و ورأوا، ما هيش مشدة مفتوحة، ورأوا العذاب، مش عليهم عليهم هيم كسرة الهاء بينها، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، صحيح، فأما من تاب وآمن وعمل صالحا 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 أي. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وربك ديما الواو والرقم ما نقولش وربك لا و وربك، يعطيك الصحة بارك الله فيك، جيد، أحسنتي، اللي بعده وين؟
ثمن هذا راهو صعيب برشا، لازمكم نخدموه بالباهية. ثمن هذا صعب، لازمو برشا خدمة، صعيب بالباهي بالباهي. مش واه والله، واه والله، واه والله. أيوة. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء، أي نعم، أفلا تستعملون. قل شفتك الإعجاز في الآية هذه، استعمل في آخر الكلمة، قال أفلا، قالش تعقلون ولا تتذكرون تتفكرون، لا تسمعون، لأن في الليل شنو اللي يستعملوه في الظلام؟ ظلام دائم، استعمل هكا ما ترى شيء، تستعمل دقة، دقة إلهية سبحان الله، دقة. نعم، في الظلام تستعمل السمع، تبدأ تسمعك منين جاي الحس، يقول لك منين، أي نعم. فختمها أفلا تسمعون، والثاني ختمها أفلا، طبعا دقة، دقة إلهية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل، مش بليل، كان نحط لك مرآة، شوف كيفاش عملت انت، شوف قلتي هكا، اخزر لي مثال بليل تس، بليل لم، خطا، بليل تس، بليل تس. نعم، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. احنا عكسناها للأسف، الليل عنا توا ولا هو النهار، والنهار هو ليل. ولادنا وقتش يرقدوا برا، شوفهم توا مازالوا يشخروا، ها برا شوفهم توا ولاد وبنات، ها يقوموا نص النهار ما يعرفوا شيء، لا يعرفوا على صلاة الظهر، صلاة الصبح، الله لا تصليت هكا، ما وقلبناها كل شيء مقلوب، حتى حياتنا كلها تقلبت، ما يسمى برشا امراض ولات، هاي معنا طبيبه وتفهم، لأن يعني كيف تقلب السنن الإلهية والأشياء اللي أودعها المولى عز وجل تصير لك اضطرابات. ولذلك تجد كثير من الشباب الآن يعاني، مش فاهم روح، يسمع أصوات غريبة، يسمع حس روحه تعبان، مش فاهم روح، تلقاه نهار كامل هو يتثاوب، يتثاوب هكذا، علاش؟ مش فاهم، حياته كلها مقلوبة، لأن ربي أودع أشياء ما يلزمكش تغيرها، الليل ليل والنهار نهار، جعل لك أوقات للراحة، أوقات للعمل وللكد والأشياء، إحنا قلبناها، فبالتالي تشوف حياتنا كلها داخلة بعضها. أي نعم، أي نعم، قول أي. ويوم يناديهم، الآية التي بعدها، ومن رحمتي، طيب، لذلك يقول اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي. التجار نتاعنا وقتاش يحلوا؟ تسعة عشرة ونص، ها لذلك ما عندهمش بركة، وقتاش؟ منذ الصباح، تصلي الصبح تعمل وردك اليومي من أذكار الصباح والمساء وتتوكل على ربي، احنا لا، صلاة الصبح آخر شيء نخمو فيهم، بعد نقوموا مع السبعة ونص كي نغسل وجوهنا كما جاء، حتى الفطور البرة ما عادش ثم كلمة العائلية والناس تتداول فيما بينها شنو هي المشاكل العائلية وكذا، كل واحد يجري وحده، آه فطور في السيارة والمرأة في بلاصة والرجل في بلاصة والأبناء الله أعلم فين، آه شكون يراقب فيهم، شكون يتابع فيهم وكذا، ومن بعد يتفاجئوا، نتفاجئوا الناس كل خاطرك الجلسة العائلية وكلمة العائلية فيها دور كبير ياسر، هم ضربوا الأسرة من عدة نواحي، حتى في الجلسة هذيك والحوار، آه فماش حوار في العائلات،
كل واحد عايش وحده، يا عايش مع التليفون بتاعه، واللي عايش وحده فهمت، حتى فطور الصباح الناس كل ما عاش تفطر مع بعضها، حتى الغداء ما ثماش عشان الناس كل يجي تعبان يمشي يقرب، ما يعرفش حتى بنته فين ولده فين كذا، ما هذا اللي نعيشه. اي نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لامتي فاش في بكورها، مره شوف انت الاحوالك وكذا وقتاش يحلوا الصباح، كيف تصلي الصبح وكذا باش تشتري حاجه ما تلقى شيء، تلقاش كلهم راقدين راقدين، وبعد يجي صلاه الصبح ما ثماش، اي اول حاجه يعملها شنو؟ يحط القران. انت صليتش انت ساعه قبل ما تحط القران؟ يمشي للمجازان تاعه ولا الحانوت تاعه ولا الجراج تاعه ولا كذا يحط القران، اي صليتش الصبح؟ صليش. اي وبعد يدخل شوي وتبدا المعاملات وكذا وتبدا الغشه وكذا، وحط القران راه هذيك ما معنى والقران حجه لك او عليك، هو حاطط القران ويغش في التجاره نتاعو في البيع نتاعو ويحلف يقول لك والله ما عندي ولا هذه والله تسوى كذا، وهي كل ما والقران يقرا، القران نزل يقرا في التلفزه حاطه، حط القران يقرا وهو يحلف بالكذب على الناس ويغش، مو هكا نعيش ولا اغلبيتنا هكذا؟ اي نعم. فالنبي يقول اللهم بارك لامتي في بكورها. اي نعم اقرا. يناديهم دادي دي صف الدال، أي ونزعنا من كل أمة شهيدا شهيدا، دي من هيئة التنوين على الحرف اللي بعده، شوف شهيدا فقلنا شهيدا ف، نلقى الفاء مباشرة شهيدا ف، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل ينفع بيك. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. اللي بعد ها احسنت. هاي أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا شدد الباء مش ربنا لا ربنا جيب الساكن الأولاني حق ديما ثم ساكن من الاول جيبه مش حق علي لا زرب شو حق رب فهمت ثم ساكن وبعد متحرك اهي قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون نعم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار
سبحان الله سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. بارك الله فيك. جيد، يعطيك الصحة. ممتاز، يا مرحبا، أهلا وسهلا. في النمل عندنا أيضا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. شو بعدها؟ أحسنت. وما من غائبة في السماوات ولا في السماء؟ أيوة، عندكم منها متشابهة دي في سورة النمل، نفسها تقريبا. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أي نعم، ردوا بالنا. أي نعم، قولي وهو الله. مش ولا وين الضم؟ ولا هو 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 ولا الحكم وإليه ترجعون. صحيح. قل أرأيتم إن جعل الله كله مرقب جعل الله قل أرأيتم إن جعل الله بركي نسمع فيها جعل الله شوف جعل مرققة جعل الله إلى يوم القيامة أي من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. جيد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير أفلا تبصرون. أي. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. أشفى من فا فا من فا من فا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي شورى فاخبر ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم مش الحق لا رق الحق أن الحق الحق تفخيم في القاف مش في الحق فعلموا أن الحق لله وضل وضل لا ملول الأخر مرقع وضل عنهم ما كانوا يفترون. بارك الله فيك، ربي ينفع بك إن شاء الله. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. جيدة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. زيد قرب شوي الميكروفون. ضم شوية الميم من المحضرين
صحيح. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا ربا با شديد الباء ربا با ومجهورة أغويناهم كما غوينا أغويناهم كما غوينا كما غوينا ما الطبيعي ما تزيدش كما غوينا صحيح تبرأنا تباب صفاها الباء تبرأنا مش وقيل ولا وقيل ودم الواو انتبهوا لها في اول الكلمه وقيل ووقيل وقالوا ديما رقوها خاطر يكون بعد تفخيم نفخموها زلاهيا لا وقيل وقالوا والله نعم وقيل ادعوا شركاء مد عاد وقيل ادعوا مش لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا كيف كيف الواو انا ما اقولش ورأوا ولا ورأوا 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 العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم أجب أجب ماذا أجبتم المرسلين 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 أي فعميت عليهم الأنباء الأنباء وقلب النون مين مع الغنة فعميت عليهم الأنباء أي يعمل الغنة الأنباء عودها عودها فعميت نقص شوي المد فهم لا أعيد كلمة فهم لا يتساءلون صحيح فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون أن يكون ما عندش فعسى أن يكون نقف فنقول فعسى نقف غد صحيح ديما الواوات تغلب فيك للتفخيم ورب ورب لا وربك ورب وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره اي سبحان الله سبحان الله نا مرقع سبحان كلها مرققه ومن بعد الفخر سبحان الله نا الله نا نا الله وربك يعلم ما تكن صدور صدولا ولضع صدو صدو وما يعلنون بارك الله فيك أحسنت جزاك الله كل خير مرحبا أهلا وسهلا نهي في بعد شكون مازال قديش في أي رقم احنا توا لا لا طيب والله والله لا إله إلا الله له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم
ثغرنا السين مكتوب ثغرنا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. يعطيك الصحة جيد إن شاء الله. ما شاء الله جيد أحسن الله إليكم جميعا بارك الله فيكم. ننتقل إلى حصة التكرار مراجعة إن شاء الله.